السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الفيديو الجديد ديال اليوم اللي غادي نخدم معكم فيه هذا الدرس. هذا درس الهرم هو اللي غادي نديرو في هذا الكم، ومن بعد غادي نزين بالعقيق. بالنسبة للناس اللي مهتمين بالعقيق فغادي تلقاو الفيديو في الجزء المقبل. الفيديو اللي جاي هو اللي غادي يكون فيه العقيق اللي خدمت في هذا الكم. لاحظوا معايا هنا غادي نلوي الخيط جوج ديال المرات وكنجر في نفس الوقت، كتجروا هذاك الخيط اللي كان عندكم في الاول. ضروري هنا تجروا غير باش ما يبعدش بزاف. من بعد كتجي لهذا الراس وكتلوي جوج اللويات وتجري البرا مزيان بهذا الشكل. ودابا غادي تخلي الخيط الفوق وتجي لهذه الغرزه هذه اللي كتكون الوسط وتخدمي فيها بهذا الشكل. الان اما تخدمي ما بين هذوك جوج ضربات اللي في الثوب او تمشي لهاد الغريزه هذه فين غادي نخدم انا دابا وتخدمي. الان غادي نخليو الخيط الفوق ونمشيو للثوب وديري واحد الغرزه. هنا بالنسبه للناس اللي كيسولوا على الخيط، خدمت بالحرير المبروم ديال الطرز الرباطي. غادي نتلقاوه تقريبا وقيلة اول جزء. اول جزء هو اللي درت فيه مع ما قالش مزيان، مهم كاين في شي فيديو صورت فيه البوبينه ديال الحرير المبروم. المهم كتخدموا بالحرير على أربعة ديال الشعرات او ثلاثة. بالنسبه للدرس ضروري تخدموه على أربعة ديال الشعرات باش الدرس يجي واقف وشاد في راسو. انا هنا خدامه على أربعة، حتى الملاقيه هي خدمتها على أربعة. بزاف كيسولوني كيفاش كيتبرم الحرير المبروم، يعني كنسمعوا باللي هو مبروم وفي نفس الوقت كنعاودو نبرموه. هو تيكون على شعره واحده، تيكون مبروم وزوين ونقي، يعني ما كيتشنتف من حتى شي حاجه. كتاخديه على شعره واحده وكتعاودي ترجعيه على أربعة او ثلاثة على حسب انت كيفاش بغيتي تخدمي، وكترجعي تبرميه واحد شويه كيف ما كنبرمو الحرير العادي، كيف ما كنبرمو الحرير اللي تنشريو، الحرير العادي اللي كنخدمو به الراندا نفس الطريقة، غير هو ما كنحكروش عليه بزاف. يعني مثلا تبقايش تبرمي وتعاودي تبرمي غير شوية وصافي. يعني انا هنا راه واخا هكاك راه برماه شوية، المهم ماشي بزاف لانه هو اصلا بروم وما كيتشنتف من حتى شي حاجة، فما عندكمش علاش تخافوا. المهم غتكملي هذا الدرس هذا بشكل عادي جدا. هذا من اسهل الدروس، هو هذا بسيط ولكن في نفس الوقت عملي وكيجي زوين مع العقيق، لان العقيق ما يمكنش ندير معاه درس الحجم ديالو كبير، ضروري غادي نخدم واحد الحجم اللي يكون صغير. من بعد غاديين تخدموا كيف ما قلت لكم، اما ما بين هذوك جوج ضربات اللي كيكونوا في الثوب او كتمشيو لهذيك الغريزه اللي في الراس وكديروا فيها واحد الغرزه. بالنسبه ليا فضلت انني نخدم في هذيك الغرزه حيت كتعطي واحد المنظر زوين. دابا كتلوي الخيط جوج ديال المرات على البرا وكتجري مزيان، من بعد كتخلي الخيط الفوق وترجعي في هذه الغرزه وديري واحد الغريزه بهذا الشكل. دابا الخيط تيكون الفوق، كتمشي للثوب وكديري واحد الغرزه. دابا الخيط لتحت وغترجعي تدخلي البرا ما بين هذوك جوج ضربات اللي في الثوب وكتلوي جوج ديال المرات وتجري الخيط. من بعد غنمشيو لهذا الراس ونلوي جوج المرات ونجر الخيط مزيان. والان كتخلي الخيط الفوق وتمشي لهاد الغرزه وديري واحد الغريزه صغيره هنا. دابا كيف ما قلت لكم غنمشي لهاد الغرزه هذه، واخا ما كتبانش ولكن غادي نخدموا فيها. فكديري واحد الغريزه صغيره هنايا ودابا غتمشي للثوب. فهذا هو الشكل ديال الدرس. هذا هو الشكل ديال الكم، يعني النهايه، في النهايه غتعطينا هذا الشكل. هذا هذه جلابه مخزنيه خدمتها كامله بالعقيق كلها، يعني بالعقيق المهرس مع هذا العقيق المكركب. درته فقط في الاكمام، يعني ما خدمتش كل شيء بالعقيق المكركب. المهم نتلاقاو ان شاء الله في الجزء المقبل باش نخدم معاكم العقيق. شكرا لكم كاملين، شكرا للدعم ديالكم، التعاليق ديالكم زوينين.